حلقة النهاردة حلقة مختلفة لأن نجمي النهاردة نجم تقيل، راجل كاريزماتيك. الهدف الوحيد بتاعي إن أنا أسلي السيد المتفرج فقط. عايش جوه دماغه. القهوة تحب كنكة. عنده عالم خاص هو عايش فيه. أنا وإنتي وأنا وإنتي. حاورته من 10 سنين. 10 سنين. شفت له لقاءات كتير بس هو دايماً حاد، دايماً متحفز للشخص اللي قدامه. سؤالي خليني أقوم وأسيب البرنامج؟ لا، يقوم هو. عنده إيجو، عنده غرور. أنا لا أندم مطلقاً. أتمنى أن الحلقة تعدي بسلام، أنا أتمنى ده. مساء الخير، النهاردة دي أول حلقة من برنامج أنا وأنا. مساء الخير يا أستاذ محمود. مساء النور. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. بتتابع كل اللي بيحصل حواليك في العالم ولا لسه عند قرارك أن أنت ما بتتابعش نشرات الأخبار عشان بتسبب لك أزمات؟ أنا لا أتابع إلى الآن الحمد لله، بس تأتيني الأخبار طبعا يعني غصب عني. ما أمشي في الشارع أقابل ناس، العيالي يقولولي، أي حد أصحابي، بس أنا مش بتابع، متابعش. الفقرة دي اسمها أنا والعالم، أنا اللي هو أنت مش أنا. إيه رأيك في مقولة ديفيد هيوم؟ فليحترق العالم، المهم ألا يخدش إصبعي. لا أنا مش للدرجات يعني. طب أنت الآن لا لا ولا أتمنى أن يحترق العالم بالطبع يعني، لا. عازل نفسك بنسبة كم في المية؟ أنا مش عازل نفسي، أنا ممتنع عن متابعة ما يحدث، هناك فرق. في يوم حد السعف حصل تفجيرين في كنيستين، في اسكندرية وفي طنطا، ما يقرب من 50 شهيد الله يرحمه. مين المسؤول عن اللي حصل ده؟ كلنا مسؤولين. كلنا ازاي؟ كل المجتمع مسؤول، لأنه الحقيقة المشكلة ليست في الواقع وفيما يحدث، المشكلة في الأذهان، في أذهاننا جميعا، كيف نتعامل مع الأمور. يعني أنا مثلا أغتم ثم أكتفي بالبكاء المر، لأني مش عارف هو أنا هعايد على أصحابي ولا هعزيهم، أعمل إيه؟ مش عارف أعمل إيه. يعني من يتمسك بالدين طبعا على رأسنا من فوق جميعا، وقلت من قبل إن هذا الشعب هو دين أو متدين بطبعه، فإن كان يعتقد في رسالة الرسول الفلاني أو العلاني هو وشأنه. يعني أنا أعتقد وأنت تعتقدين وكفى، ولكن إحنا بقى نسأل بعض عن المعتقد ويحاسب بعضنا الآخر وندخل بعضنا الآخر الجنة أو النار ونحن في هذه الحياة الدنيا. يعني نقول هذا كافر اقتله. هو الموضوع ده فيه آراء كتير قوي، في ناس بتقول دول ناس مغيبة، في ناس بتقول مؤامرة، في ناس بتقول لازم نغير الخطاب الديني أو نجدد الخطاب الديني. أنا قلت رأيي في مسألة الخطاب الديني، لقيتهم كلهم كل الناس تشتغل على أن على على مسألة تغيير أو تجديد الخطاب الديني، ويتعاملوا معاه على أنه الخطاب الكلام يعني. يعني أنا وإنتي قاعدين بنتكلم فده الخطاب، ما دام بنتحدث في الدين. ده مش تصنيف الخطاب في الفكر. ده حاجة تتبع العصور الوسطى أو ما قبل العصور الوسطى. الخطاب العام في مصر خطاب متطرف؟ طب كله. هنقلك لموضوع تاني، مختلف تماماً. بصفتك راقص قديم. الرقص اليومين دول بقى بيسبب مشاكل. ليه؟ في الفترة الأخيرة الرقص بقى تريندينج. مدير مدرسة في مصر يرقص مع الطلاب على أغاني مهرجانات. وصلت رقص على الفيسبوك. ما بين رقص دكتورة جامعية على صفحتها الخاصة ورقص مدير مدرسة، ومن هنا ولعت الدنيا في البرامج والسوشيال ميديا عشان الرقص عيب وبيقلل من وقار الشخصيات العامة. رقص مدير المدرسة من خلال خبرتك تربويا مرفوض؟ طبعا مرفوض.
ازاي واحد يعني تربوي يبقى بيعمل بين الرسوره دي؟ فين الهيبه؟ بترقصوا في الافراح وبترقصوا في الشوارع وبترقصوا فوق العربيات وبترقصوا في ايه بس مش في المدرسه. ليه؟ هو كان في المسجد. انا عملتها بشكل عفوي، واذا كان هذا خطا من وجهه نظر ناس كتير انا بعتذر. يعني اعضاء هيئه التدريس لابد انهم يكونوا في مكانه معينه وفي صوره معينه. انا دكتوره في الجامعه، بعد ما بخرج من الجامعه محدش له عندي حاجه. ما ينفعش تكون واحده المفروض دكتوره بتدرس لطلبه تعمل كده، ترقص بقى، تمشي بالبكيني، تمشي مالطه في الشارع، طالما بتديني اللي انا عايزه صح خلاص. انا شايفه ان هي حره في نفسها. بس هل يا ترى الرقص بيقلل من وقار الواحد فعلا، ولا احنا بندي للموضوع اكبر من حجمه؟ هل فعلا الرقص بيقلل من وقار البني ادم، ولا احنا بنكبر الموضوع بنديله اكبر من حجمه؟ لا احنا مكبرين الموضوع قوي، مكبرين الموضوع، بس من وجهه الحقيقه ان ليس لها علاقه بالرقص. ما الحقيقه ايه؟ المجتمع البشري يحتقر اعمال التسالي بشكل عام. تقصد ايه باعمال التسالي؟ اعمال التسالي اللي هي الرقص والغناء والموسيقى وحتى الادب والشعر والتمثيل. المجتمع، ما انا بقول لك اهو، كله التمثيل، كله كله كله، ما دي اسمها فنون، انا بسميها فنون التسالي يعني. وناس كتير اعترضت على ما اقول ان المجتمع الانساني لا يحترم من يمتهنون هذه المهنه. فقول لا، ازاي؟ ما بقاش زي زمان. زمان الممثل ده ما كانوش بياخدوا بشهادته في المحاكم. اه نعم اعلم، ولكن لا يزال الى الان. عشان كده انت يقول لي لا ما بقيناش كده، اقول له لا احنا كده. يعني انت لو ابنك قال لك انا عايز اخطب الرقاصه دي هتوافق؟ قال لي لا طبعا. تشوف، طب انت لو ابنك جه يقول لك انا هتجوز رقاصه هتوافق؟ انا مالي، دي حياته. هتوافق؟ حياته يعني، هتسيب له القرار؟ طبعا. طب انت عندك بنات طبعا، فمش حاسس باحساس الولاد. ليه مش حاسس باحساس الولاد؟ ليه يعني؟ لو انت عندك بنت، ما عندكش ولد جه يقول لك انا عندي جاوز. زوجه تانية عندها ولدين مش مني انا، انا اللي مربيهم ورجاله كبار دلوقتي. موافق طبعا، ما دام هو عايز او هي عايزه انا موافق على طول. ناخد موضوع تاني واشوف رايك فيه. مشهد جديد من مشاهد التحرش الجماعي، مكانه المرة دي الزقازيق، وضحيته بنت كل ذنبها إنها لبست فستان تحضر بيه فرح صاحبتها. وكالعادة الآراء اتقسمت ما بين لوم وإدانة المتحرشين بشكل كامل. هو ده الشعب المتدين بطبع، قطيع من الذئاب بيهجم على حتة لحمة، 500 حيوان بشري. وبين تحميل الضحية وطريقة لبسها جزء من المسؤولية، سواء لأسباب دينية. هل البنت ما عليهاش أي لوم؟ يعني البنت كمان يعني دلوقتي ماشية في الشارع بملابس مستفزة. أو لأسباب اجتماعية، لابسة فستان قصير جدا ومحملات وماشية ليه؟ لحد إمتى هنفضل نشوف المشاهد دي؟ وهل لسه لبس البنت مبرر للتحرش بيها؟ لحد امتى هنفضل نشوف المشاهد دي؟ وهل لسه فعلا لبس البنت مبرر للتحرش بيها؟ لا طبعا مش مبرر، حتى ولو من وجهة نظر دينية بحتة. نحن أمرنا في جميع الأديان السماوية بغض البصر، فمن لا يغض البصر ويقتحم الجنس الآخر أي الأنثى حتى لو كانت متغطية من فوق لتحتها، هو ده تحرش. يعني مجرد النظر بس ده تحرش. فما يجيش ذكر يدافع عن ذكر تحرش بأنثى في الشارع عشان بحجة إنها لابسة عريان أو ماشية مالطة حتى. غض البصر. طيب الحلقة دي اللي هنوريها لك حالا اسمها أو عنوانها الحب المستحيل. أنا عايزة أشكرها جدا إن هي وقفت معايا، ف يعني جت وافقت مع إنها تيجي معايا النهاردة وإن إحنا نعلن حبنا في حتة هي عارفة إن هو في العالم في الناحية اللي هيتعرض فيها مش متقبلين قوي. فهمت الفيديو؟ آه، واحدة بتحب واحدة يعني.
واحدة مصرية أعلنت عن حبها بصراحة لبنت غير مصرية. بتشوف الموضوع ده إزاي؟ الموضوع ده كله مشاكل، لأن إحنا كمجتمع ما عندناش هذا النوع من التقليد، مش موجود عندنا، مش موجود في الثقافة بتاعتنا. فإن وجد نستغربه ونستنكره وندينه. رأيك أنت الشخصي؟ أنا لا أدين التصرف الإنساني على الإطلاق. أنا شخصياً محمود حميدة لا أدين التصرف الإنساني على الإطلاق، لأن دي مش شغلتي، دي شغلة الخالق رب العزة، إن كنا نؤمن بأن هناك خالق لنا. مش شغلتي أنا، مش شغلتي أكفرك ولا أقول لسلوكك مشين مثلاً. بس في حاجات بنقبلها وفي حاجات ما بنقبلهاش. أيوة يا ستي، بس أنا بقولك أنا لا أدين، حتى وإن تضايقت وإن اختنقت ومت بغيظي لا أدين. لو ليك أصدقاء مثليين هترفض صداقتهم ولا هتصدقهم؟ ما احنا بنعرف ناس كتير. حواليك ناس كتير؟ ما أنا ما عنديش صداقات أصلاً، عندي حاجة اسمها أصحاب. أصحاب أصحاب أصحاب. حواليك أصحاب كتير؟ في الحياة حواليك أصحاب كتير؟ آه طبعا، كل حتة عندي أصحاب مثليين. لا أنت مش لسه قايل دلوقتي حوالينا ناس كتير؟ ما عنديش مانع، بس أنا مع يعني لو عرفت فيما بعد إن صاحبي ده مثلي لن أدينه. مش هتقطعه؟ مش هقطعه. هقطعه ليه؟ مش هتخاف على نفسك؟ خاف على نفسي من إيه؟ ان يتقال عليك ان انت بتصاحب حد مثلي. يتقال ما بيهمكش. ما هو اللي هيهمه البشر بقى هو ربنا تولاه. نطلع لفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. انا اسم البرنامج واسم الفقرة دي. هنقرب من محمود حميدة أكتر ودايرته الصغيرة ونعمل كده يعني زوم أو تراكين بلغة السينما. إيه رأيك؟ موافق؟ الصراع بتاع فرويد بين الأنا والأنا العليا، يعني بين رغباتك وبين القيم والقوانين. لسه الصراع ده جواك ولا حسمته؟ طبعاً لسه جواك، وما تقليش إن في إنسان بيتخلص منه، اللهم إلا من رحم ربي. يعني في قوانين بتضايقك بتحس إن هي حاجز في حياتك؟ طب زي إيه؟ لا حاجات كتير قوي. اديني زي. لا مفيش زي يعني إيه زي؟ اديني مثل حاجة شغلاك، صراع جواك. لا مفيش حاجة شغلاني، أنا اللي يشغلني أن أمنع عن شيء وبعدين يضايقني، ولكن هو ده قانون عشان انتظام الحياة الاجتماعية بشكل عام، وعشان احنا نعيش مع بعض. ايه اللي منعت منه وده؟ عشان نعيش مع بعض، كل فرد من الافراد هذا المجتمع بيتنازل عن جزء. تنازلت عن ايه؟ تنازلت مثلا لو واحد نرفزني عايز اقتله، احسن لو قتلته هيعدموني. ايه رايك في المثل ده؟ ينفع؟ عظيم. محمود حميدة اوصف نفسك، انت مين؟ معرفش. ما حاولتش؟ لا اعرف. ما حاولتش حتى عند دكتور نفسي؟ ليه؟ تعرف شخصيتك ايه؟ تعرف عشان انت مين؟ إيه يعني؟ ليك. لا بغية ايه يعني؟ ليك. لا. تقرب من نفسك اكتر، تبقى عارف. اوضح مع نفسك. انا واضح جدا مع نفسي لدرجة ان انا مش عايز اعرفها. عشان انا شخص يعيش اللحظة، أعيش نمشي، هو محب للحياة، ولست من أنصار الموت، أنا أكره الموت. بتخاف من الموت؟ لا أخافه. طب أنا حجيلك في موضوع الموت ده بس بعد السؤال ده. قلت في انترفيو إن أسوأ صفة فيك هي الدناءة، بمعنى إيه؟ ما قلتش كده. ما قلتش كده؟ لا قلته مع رغدة شلهوب. ما قلتش كده، قالت لي ما بتحبش ايه في نفسك؟ قلت لها دناءتها. يعني ايه دناءة نفسك؟
يعني أنت تدنى نفسي، عايز أخد حاجة مش ليا، دي دناوة، دناءة، لا أحب، لا أحب أن أكون دنيئا. حصل معاك إن أنت كنت عايز تاخد حاجة مش بتاعتك وخدتها؟ لا ما حصلش، بس نفسي طلبت. طلبت إيه؟ طلبت دنيئة وأنا منعتها. إيه هي العقدة اللي اتحكمت في أفعالك وردود أفعالك وقت طويل لحد ما تخلصت منها؟ المفروض أنت اللي تقولي لي مش أنا. لا أنا حضرتك لو أنني اللي... أعرف العقد التي تتحكم بتصرفاتي لتخلصت منها فورا، وهذه وظيفة علم النفس زي ما أنت قلت لي كده، ما تروح للدكتور. لو أنا أعرف إيه العقد، لو أنا أعرف إيه العقد لتخلصت منها زي ببساطة كده. أما سئلت أنت مغرور، ثم والله أنا مش شايف بس الناس بتقول يبقى أكيد صح، ما دام الناس قالت أن أنا مغرور يبقى أكيد صح، لكن أنا مش عارف، فمن وراء ذلك عقدة. ما تعرفش أن أنت بتتعالى على الناس أو لأ، أو بتتعامل مع الناس لا بشكل مع... أنا ما... أنا مش في نيتي أني أعمل كده، ولكن أنت بتشوفيني بعمل كده. أنا مش صح. بشوفك على فكرة، أنا قصدي أقصد السيد الجمهور أو السادة المحيطين والسيدات، مش الشخص الضعيف يقولوا عليها كده، يبقى هما صح. تعال نشوف التقرير. أنا بشوف إن هو هي تركيبة كلها على بعض، تركيبة شخصية، فعليك أن تتعاطى معها بشكلها أو إن أنت بتاخد موقف منها، ولكن كل من يقترب منه بيعرف قد إيه إن هو شخص نبيل حقيقي من جواه، وبني آدم عنده مناطق كتير جدا تعرف تتعامل معاها. أنا بحب قوي محمود حميدة وهو بيمثل، أما وهو بيتكلم يعني لا أحبذ أن أشاهده في البرامج، لأن بتنتابه حالة غير مفهومة بين الغرور وبين اللي هو أحياناً بي بي بيبالغ في الدعاء الإيجو والغرور، يعني بيرسم نفسه قوي علشان يخفي شيء ما أو يقول أنا هنا. أنت مين فيهم؟ مين في الرأيين دول؟ والله الرأيين دول هما يعني وجهتا نظر السيدتين أستاذة علا الشافعي وأستاذة مادة خير الله، احترام كبير جدا اثنين يعني، والرأي بتاعهم يحترم راسي وفوق. أنت مين فيهم؟ معرفش. ما تعرفش؟ طب هل انت بتعمل كده عشان تلفت النظر ليك وعشان تكون شخصية مختلفة؟ ولا انا عامل كده علشان اموت وارتاح؟ ممكن ممكن يعني. مرة طلعت في برنامج قلت واحدة السيدة اللي معايا بتقول لي هو انت خجول؟ قلت لها انا بطبعي خجول. فواحد صاحبي او يعني بطبعك خجول؟ بطبعك ما اللي بتعمله فينا ده ايه؟ طيب في جرافيتي اتكتب على حيطة في فلسطين وهو لم أعد أخاف من الموت فالحياة أكثر رعباً. بتخاف من الموت؟ لا. طب بتخاف من الحياة أكثر؟ لا. بتخاف من إيه؟ بخافش. يعني ما قلتش قبل كده أن أنت بتخاف من أي حاجة؟ أنا خايف على طول عشان كده ما بخافش. يعني أنا مش فاهمة، فسرها لي. أفهمك، الخوف ده غريزة، ولكن احنا نقرنه دائما بالجبن، لكن الاثنين مختلفين. الخوف حاجه غير الجبن خالص. فعند فؤاد حداد يقول في قصيده رقصه الفار على لسان الفار، اما بيسال خايف؟ ايوه خايف. وسلام على الخوف ملك الاحساس، سلام عليه متراس، سلام عليه فراس، سلام على الفار اللي بيلعب في عب الفار اللي بيلعب في عب الناس. ففهمت فورا أن أخوف الخوافين هو أشجع الشجعان. مين من العيلة تألمت لغيابه وحاسس أن أنت عايزه يكون موجود جنبك دلوقتي؟ ولا حد. أبويا ماسك في قلبي يونسه وما سابوش على رأي فؤاد حداد. أنا أصحى كل يوم الصبح عايز أكلمه في التليفون عشان أصبح عليه كالعادة، أو أنتظر مكالمته اللي هتيجي لو أنا ما كلمتوش. ولكن مش هو بس، عندي أشخاص آخرين كمان.
زي مين؟ يوسف شاهين كده، عبد العظيم عبد الحق كده، شخص كان بيشتغل معايا اسمه حماده شيخون، محمد شيخون كده، لما حدش يعرفه. بتشتاق لهم؟ لا لا لا، موجودين موجودين. طب محمود عبد العزيز يعني عشان اشتاق ليهم يعني. محمود عبد العزيز الله يرحمه. وكذلك محمود، كنت لسه هقوله، كنت يعمل على لساني. موته ما صدمكش او ما خلكش تفكر او تستعد للموت؟ لا خالص، ولا بيخليك تفكر في الموت او تستعد له؟ انا بفكر في الموت على طول. مستعد ليه؟ معرفش يعني ايه مستعد ليه. يعني ايه مستعد؟ يعني بتعمل حاجات علشان اخرتك تكون كويسه. لا ده كلام انا ما فهموش بقى. تفهمش الكلام؟ لا. تيجي نغير المود؟ يلا شويه رقص كده. الناس اللي كانوا معترضين على الرقص دول ما. بتحب دايما تتواصل مع الاصغر منك؟ اه طبعا. ده من باب ان انت عايز تتابع كل ما هو جديد؟ لا، من باب اعاده تربيه النفس. بتربي نفسك من اول وجديد؟ استشراف المستقبل من خلال هؤلاء. طب تيجي نشوف التقرير الاول؟ يلا يلا. هو صديقي جدا من زمن طويل، من حوالي يمكن بقالنا 14 سنه اصدقاء، حتى قبل ما نشتغل مع بعض. يعني انا بعتز بصداقته وبعتبره استاذ ومعلم وصديق واخ. فمحمود حميدة ما عندوش حاجة اسمها سن، لا في الحب ولا في الصداقة ولا في الأخوة. انت متأثر قوي صح؟ طبعا ده حبيبي، ده يعني صديقك فعلا ولا صاحبي؟ صاحبي صاحبي، بفضل استخدام صاحبي. طب هو بيعتبرك صديق؟ اوكي. بتراجع طيب. احمد في ايه؟ او ايه اللي ممكن يكون في احمد مش عاجبك بس ما بتقدرش تقوله؟ لا انا لا اراجع، ولكن لو حصل نقاش او لو الامر جه بتكلم معاه فيه، بس لا استدعيه. حصل نقاش؟ لا استدعيه بمعنى المراجعه، يعني ما اقولوش زي ما بقول لعيالي انت عملتي حاجه غلط، ما بقولهاش انت عملتي حاجه غلط ولا انت عملت حاجه غلط، ما بقولش دي خالص. قال هيجي الامر هنتناقش. طيب في تقرير تاني هنشوفه مع بعض، اتفضل. يبان عليه الجبروت والجموديه كلها، لكن قلبه من جوه بافته بيضة. اطول مده اختلفنا فيها وما اتكلمناش فيها مع بعض كانت 3 4 ساعات. حصل مشده، انا زعلت وسكت ساعتين او اقل من ساعتين، كان مصالحني. ما عندوش الانا دي قوي بالذات مع اصحابه، صاحب صاحبه على طول يعني، في الوقت الوحش وفي الوقت النص نص وفي الوقت الكويس. بالنسبة للسنوكر بالذات، دي رياضة محمود حميدة المفضلة، بيلعبها بقاله 40 سنة. بنلعب كل ويك اند او 2 ويك اند بنلعب مع بعض، وهو جامد يعني، فاهمة يعني، بكسب مرة كل 5-6 مرات، بس هو اجمد يعني. بالنسبة للفلوس مع محمود حميدة، دي اخر حاجة ممكن تفكري فيها. ما بيفكرش ان هو يعمل اعلان يعني، في ساعات بيبقى عنده ضوائق مالية، وطبعاً أي حاجة لو لقى فرصة بالمنظر ده وبالمبلغ ده يوافق على طول، لكن بالنسبة له القصة دي مش موجودة. فعلاً مش بيهمك الفلوس؟ يعني مش لازم تعمل حاجة؟ عادل تبارك منين؟ حصلتوا عليه منين؟ لا إحنا يعني نعرف نجيب أستاذ عادل، نعرف نجيب أي حد. الأول مبسوط إن أنت شفته؟ آه طبعاً طبعاً جداً جداً. اتخانقتوا على إيه أو قطعتوا بعض على إيه 4 ساعات؟ مرة عزمني على الفطار، فإحنا لما بنروح البلياردو نلعب سنوكر، فأكلمك تكلمني حتى تفطر إيه، أنا أجيب لك سندوتشات فول. طيب فجنبنا محل مشهور بتاع فول وطعمية، فأنا طلعت قعدت في البلياردو أستنى وجعان، وعادل لسه ما جاش، كان مع واحد صاحبنا تالت يعني. وبعدين كلموني قالوا لي ما جتش ليه؟ قلت لهم جتش فين؟ قال ما جتش مطعم الفول. فاتخانقت معاه. انه ما قالكش تيجي من الاول؟ انت افتكرت ان هم هيجيبوا لك الاكل؟ انا افتكرت ان هم هيجيبوا لي الاكل، هم افتكروا ان انا هنتقابل عند المطعم يعني هناك. فهي دي الخناقه. وبعدين انا احتديت عليه شويه. وعادل طبعا علاقتي بيه قديمة، علاقتي بأبوه رحمة الله عليه الأستاذ محمد تبارك الله يرحمه،
الصحفي المشهور جدا. يعني هو كان بالنسبه لي زي اخ اكبر ومعلم، وانا كذلك بالنسبه لعادل يعني، فدي عشره طويله. فكانت الخناقه انه انت اتجننت ولا ايه؟ طب مش دي اسباب بعد كده بعد شويه طبعا هو سكت تأدبا. بعد شويه قلت له انت زعلان مني؟ ما زعلتش مني وصالحت. راجعت نفسك ان ده سبب هيف ما يستدعيش ان تتخانق؟ طبعا سبب تافه جدا يعني. انت اما بتجوع ما بتشوفش قدامك تبقى عايز تاكل على طول؟ لا مش للدرجه دي يعني، بس كنت كان نفسي اكل الفول والطعميه وقاعد مستني، وهو قاعد في المحل هو متهيألي ان انا حاجي انا ما جيتش. طيب انت في شبابك ادمنت المخدرات والستات والخمره؟ انتوا جبتوا الخبر ده منين؟ انا بسالك. لا في حد سالني قبل كده انت ادمنت الخمره؟ ادمنت الخمره؟ انا ما بقولش ان يعني انت ادمنت. السؤال بتاع ادمنت ده على فكره انا لا ادمن شيء. انت اعترفت وقلت انا في شبابي. ما حصلش. ما حصلش. ما حصلش. طيب انا بسالك، هل عمرك ادمنت او شربت مخدرات او عمري ما ادمنت حاجه؟ شربت كل حاجه وعمري ما ادمنت حاجه. طيب ايه رايك في الممثلين اللي ما بيعرفوش يدخلوا يمثلوا ويبدعوا من غير مخدرات؟ سمعت لا اكيد ده رايي فيهم معروف من زمان. إيه هو؟ ما ينفعش اخش اشتغل وانا خارج حدود العقل. تيجي نشوف تقرير تاني؟ يلا. هو حنين جدا جدا من واحنا اطفال يعني، بيلعبنا ويخرجنا ويفسحنا، و حتى لما كبرنا شوية كان يعني دايماً يحب يعمل ده، بيخاف علينا إنما طول الوقت يعني سايب لنا الحرية، وممكن يكون هو شايف وجهة نظر معينة بس في الآخر بيسيبنا إحنا نختار إحنا عايزين إيه. محمود حميدة الجد طبعاً بيصغر في السن وبيلعب معاهم، ومن أول يوم بيتولدوا فيه وهم بالنسبة له حاجة يعني بالدنيا وما فيها. عمري ما حسيت أبداً إن هو مش موجود معانا وإن الشغل واخده مننا، دي حاجة فعلاً عمرها ما حصلت، لأنه من زمان جداً مهتم إنه يومياً يبقى موجود معانا على الغدا. دي من أهم الحاجات اللي بتحصل في حياتنا من وإحنا صغيرين يعني. فكرة إن أنا أدير أعماله أكيد خوفتني طبعاً. الشغل طبعاً بيعمل خلافات، انما ما جاتش عليا لحظه ان انا اقول لا خلاص انا مش عايزه اشتغل معاك وعايزاك تبقى ابويا بس. افضل صفه عند محمود حميده كاب هو طيب جدا وحنين جدا. اسوأ صفه العصبيه. عصبي الاول؟ عصبي. ايه الغلطات اللي انت وقعت فيها وانت بتربي بناتك وسميتها لحظات مش عايزه اقولها بس انت اللي قلتها على فكره، ولا اقول لك؟ قولي. قلت لحظات حموريه. حموريه طبعا. ايه الغلطات دي؟ احنا دخلنا كثير من الاخطاء التربويه وجعلتنا لا ننظر الا في اتجاه واحد ولا نعرف الا اجابه واحده لاي سؤال، فبقينا دوغما ما بنشوفش غير في اتجاه واحد وما نفكرش غير في اتجاه واحد، ويا صح يا غلط مفيش وسط. وسط. كنت قاسي معاهم؟ دي بقى اللي مفيش وسط دي، اللي هو لا يا ابيض يا اسود انا هنا حمار. ايمان هي اللي ربتك؟ مش بس ايمان، اسماء اللي اكبر منها وبعدين ايمان وايه وامنيه. ربوك ازاي؟ وانا عادوا تربيتي من اول وجديد. ايه اللي اتغير فيك؟ حاجات كتير جدا. زي ايه؟ زي ان انا باخد ودي معاكي في الكلام دلوقتي، قبل كده اروح قالب عليك الترابيزه وماشي. تقلب الترابيزه ازاي؟ ممكن تعمل قلبها إيه؟ كده اروح زقك بالترابيزه بالكاميرا بكل وامشي. وبعد ما تروح ما تحسش ان ده ايه ولا كان يحصل ده؟ عندي اي حاجه. ما كنتش بتحس الاول دلوقتي كنت بتحس؟ رسمي حمار ما فيش، ما بفكر، ما عجبتنيش بقلب الترابيزه واكسر المحل وامشي. طب انا بشكر بناتك دلوقتي. انا اشكرهم انا كمان الحمد لله. طيب على ذمتك في اتنين مظبوط؟ عايش مبسوط معاهم؟ الحمد لله. بتعدل بينهم؟ الله اعلم. هما شايفين كده؟ بالتاكيد لا. عيلتك فيها جزء سني متدين وجزء ارستقراطي منفتح؟ لا انا عيلتي قصدي بتقصدي اخواتي يعني؟ عيلتك
اخواتي اه كلهم سنيين. كلهم سنيين؟ اي. طب شايفين في شغلك في الفن حرام؟ لا. محدش فيهم ضايقك؟ محدش فيهم عاتبك؟ لا حد فيهم مضايقني. ازاي؟ انا اخوهم الكبير. ما ينفعش حد يعاتبك حتى؟ لا ما ينفعش حد يضايقني انا. بالاخوة؟ لا لا لا. عشان احنا اخوات لينا حق على بعض. ولا بالبنوة ولا بالابوة ولا بأي حاجة. ممنوع؟ ممنوع. مين اللي ممكن تستقبل منه؟ مفيش ولا شخص على هذه الأرض عنده الحق أن يعترض على تصرف أو على معتقد أنا أعتقد. أكتر حد ضايقته مين؟ أكتر شخص ضايقته في حياتي هو أبويا رحمة الله عليه. الله يرحمه. طبعًا ما عرفتش كده إلا بعدين. بعد ما بقيت أب. لا، بعد ما مرت المرحلة قبل ما أكون أب. فأصبح عندي، أنا بقول لك، قلت لك إن أنا أبويا مش بيغيب عني خالص. فده أكتر واحد أنا ضايقته. ما ندمتش على إنك ضايقته؟ لا أنا لا أندم. بتعاتب نفسك ازاي وبتحاسب نفسك؟ اعاتبها ليه؟ اللي حصل حصل خلاص. عشان تمشي صح. ما نعدل خلاص، نعدل التصرفات. بتعدل تصرفاتك ازاي؟ خير الخطائين التوابون. نخطئ نتوب، ونخطئ مرة ثانية ثم نتوب. بتعرف منين ان انت اخطأت؟ ونخطئ مرة مئة ونتوب. بتعرف منين ان انت اخطأت بما انك ما بتديش الفرصة لحد يقول لك؟ الشخص بيتضايق اللي قدامي، او بعد شوية اقول ايه الهباب اللي انا عملته ده؟ لا لازم اعتذر، فاعتذر ولكن لا اندم. لأنه حصل حصل. نطلع لفاصل. اطلعوا. رجعنا بعد الفاصل. خلينا نوسع الدايرة شوية وهتكلم أنا والفن. في تقرير حوريه لحضرتك ونرجع نتكلم فيه. محمود حميدة مبدع مش سهل بالمرة. ملامحه شديدة الوقار، لكن تحت الوقار ده بيخفي ممثل بارع له حضور طاغي. وجهه الصارم ده بيخليك تحتار، هل هو بيضحك ولا زعلان؟ اسمع انت يا حاج. عنده القدرة على جذب المشاهد بكاريزما الشكل والصوت. سلاح ايه يا ابني؟ واحنا في شيكاغو؟ سلاح ده يشيلوا العيال الفرحانين بنفسهم زيك انت وكويس. ممثل على وضعه ما بيجاملش حد، وردود أفعاله أحياناً غير متوقعة. الكلام مش معاك، الكلام مع أخوك عوض اللي جابه. بيمتلك أدواته، بيشوف أفلام كتير ويحضر مهرجانات، وعارف يعني إيه فن الأداء يعني. مفروض بره مصر ونجا من الشرق للغرب. متهم بالغرور والتعالي وإحراج الآخرين، وإنه متقلب المزاج. لكن آراءه في الفن والسياسة والحياة بتقول إنه راجل لا يخف الحق لو متلائم. ملامحه بتدي الإحساس إنه هو فيلان، بس الحقيقة هو مش كده خالص. ما بيحبش لقب فنان، وبيحب لقب ممثل، وهو فعلا ممثل ليه بصمة بارزة في المجال. من بدايته مع العملاق أحمد زكي أعلن عن نفسه كنجم ليه كاريزما. في فيلم اسمه الباشا أكاد أجزم إن محمود حميدة كان أعلى من أحمد زكي. دلوقتي تقدر تستنى بره. عن إذنكم. بتقول الأسطورة إن عادل إمام ما اشتغلش مع حميدة تاني بعد فيلم شمس الزناتي، عشان حميدة سرق منه الكاميرا في دور المارشال برعي. أنا بشوف إن محمود حميدة مؤسسة كاملة متكاملة. ممكن نقول بكل بساطة، سواء اختلفنا أو اتفقنا على أدوار حميدة وطريقته في التعامل، إلا إنه جراند الوسط الفني. شايفنا مجاملينك في التقرير ده ولا انت تستحق كل كلمه؟ تأبين. دي اجابه عظيمه. بعد الشر عليك. الانا الفنيه والانا الاجتماعيه مختلفين تماما، زي ما قال بروست ان المبدع ليه اتنين انا. موافق على الكلام ده؟ موافق مبدئيا، بس له اكثر من انا. يعني انت لما سالتيني سؤال تقولي لي هو مين محمود حميده، وانا قلت لك ما اعرفش. الحقيقه ان هذه الرحله في الحياه للشخص الضعيف هي بحث عن ماهيه وجودي. وافتكر ان انا اتجهت، انا خطابي الاساسي هو فن التمثيل، يعني الشخصيات التي اطرحها باللعب على السيد الجمهور
هي محاولة لاستكناه ما بداخلي دائما، يعني ما احبش اما اجي ارسم شخصية ان يكون فيها حاجة شبه حد انا شفته. انا بدعي ان انا ببحث عن المختلف، اللي طلع مني بقى هو مختلف عن اللي فات او غير مختلف، الحكم مش لي انا، حكم للساده الجمهور فقط. تيجي نشوف اللقطه دي من فيلم حدوته مصريه. اتفضل. طب خف شويه، ولا اقول لك ما تقوم تدخل جوه تكتب مع مصطفى ومهدي. مخ منمل. وهكتب ايه؟ الاخ رئيس عصابه اتقبض عليه، فالام من خضتها تقع من الشباك، الاب يجيله سكته قلبيه في الترماي، تضطر البطله تروح ترقص في الكباريه. الناس تتسلم. انا مش مسلواتي، روح شوف اراجوز تفهمه. اللقطه دي من فيلم حدوته مصريه. يوسف شاهين وصف المسلواتيه اللي شايفين الفن تسليه بالاراجوزات. ردك ايه على الكلام ده؟ كلامه كلام فارغ طبعا. ايه الكلام المظبوط؟ الكلام المظبوط ان انا شغلتي اسلي الجمهور الاساسيه، ما اطرحه من موضوع يتفاوت، يعني الطرح الموضوعي بتاع اي مسلي متفاوت، يعني ما بين يوسف شاهين يتفاوت الخطاب بتاعه، وحسن الامام خطابه مختلف، وصلاح ابو سيف خطابه مختلف، ومحمد كريم خطابه مختلف، واحمد بدرخان خطابه مختلف، ومحمد خان خطابه مختلف، وخير بشار خطابه او موضوعه مختلف. ولكن كل دول اذا ما سلوش السيد الجمهور اولا هيتفرج عليهم ليه؟ يعني انت متضايق بس من كلمه هيتفرج عليهم ليه؟ هو بينفي عن نفسه الاول الصفه. يعني انت تتضايق ان حد يقول عليكم اراجوزات؟ لا ما اتضايقش خالص. طب مالك اتشديت ليه؟ لا اتشديت عشان وجهه نظره هو. ما تعممهاش. لا ما تعممهاش طبعا. قلت ان سعاد حسني ست ستات الفن عشان عندها تكنيك مختلف. طبعا تكنيك تدريب تعرفه، يعني اسلوب تعرفه، يعني تعرف تقول لك هي عملت الشخصيه دي ازاي، تقول لك 1 2 3 4 5 6 خطوات. ايه هو تكنيك محمود حميده اللي يعرفه؟ هو طبعا ده الاجابه على الموضوع ده مستحيله، لانه عشان اجيبك انا عايز مده طويله جدا. باختصار. مفيش باختصار. ليه؟ ما ينفعش. طب قول اديني مثال. صار الاسلوب لا يصل. الاسلوب هو مجموعه من التدريبات التي تؤدي الى الى بتاعتي دي، هي ان انا اصدر الشخصيه، اللعبه بتاع الشخصيه خلال اشعاع يروح لبؤره العدسه وعمق المجال بتاع العدسه. مين غيرك؟ فهمتي حاجه؟ فهمت طبعا. مين غيرك ومين وغير؟ لا مفيش حد غير. الله يرحمه سعاد حسني. ده ايه الايجو ده؟ الاسلوب ده الاسلوب ده الاسلوب. ايه الايجو ده؟ لا مش ايجو، لا اسلوب انا بشرحه. طيب مين غيرك وغير سعاد حسني عندهم الاشعاع ده او عندهم مش تكنيك؟ اشعاع، اسلوب. اسلوب. مين بيعجبك؟ زي ما قلت على سعاد حسني اديني مثل. لا يعجبني ذكوري. دور كتير كتير. زي مين؟ لا كتير جدا. اديني اسم. مفيش حصر، مفيش حصر للموضوع. لو انا قلت دايما قبل كده انه دايما الواحد لما يتلقى عن فنون الاداء بشكل عام، يعني يتلقى على قد الوعاء بتاعه. يعني انا اللي هاخده من سعاد حسني على قد الوعاء بتاعي بس، انما هي اكبر بكتير. اللي هاخده من شكري سرحان كذلك على قد انا بس، انما هو اكبر بكتير. جبت منين ان نسبه 95% من افلام السينما المصريه مسروقه؟ جبتها منين؟ راجعوا. اصل انا بكتشف كتير يعني مع الوقت. اكتشفتها منين؟ جبتها منين النسبه دي؟ مع الوقت، مع الوقت لما اتفرج على افلام انا ما شفتهاش. يعني دي نسبه مرتجله ولا متاكد منها؟ لا متاكد منها. ايوه حصرتها ازاي؟ الواحد بيحصرها ازاي؟ الواحد بيحصرها، ما هو كل واحد بيحصرها على نسبه مشاهدته هو. وانا ايام درس السينما كنت اشاهد افلام كتير جدا. بس الحصر اللي انا اعرفه ليه اسلوب علمي. ايوه اسلوب علمي طبعا. طيب البحث يعني يبقى انت حصرك غلط. اما اخد شريحه عشان ابحثها، اخد شريحه زمنيه، يعني اخد مثلا من افلام الاربعينيات ثم الخمسينيات ثم الستينيات وهكذا. يبقى النسبه دي مش صح. اتفرجت على 10 افلام من الخمسينيات.
وعشر افلام من الستينيات. هو البحث انا بعمله كده بس دي عينه عشوائيه اسمه الحصر، مش مظبوطه نسبه غير دقيقه. اذا كنا هنعمل حصر، اذا كنا هنعمل حصر وشاهدت زيهم مصر، ما انا مش هشوف كل الافلام. انت عملت ده؟ ما انا مش هشوف كل الافلام. اه طبعا عملت ده. اه طبعا. طب قول لي على خمس افلام انت شاركت في بطولتهم وهم مسروقين. هقول الامبراطور طبعا بس متقال، ده اول فيلم ليا. تمام. سكارفيس فيلم اسمه فيلم اسمه فرسان اخر زمن، كان تاليفه واخراج مدحت السباعي رحمه الله عليه، وما عرفتش الا بعد ما اشتغلت في الفيلم. طب الامبراطور، فيلم كده العوالم، فيلم صراع الزوجات، عصر القوة، فيلم يوم حر جدا لمحمد خان بس هو اعلن عنه، عصر القوة، وعصر القوة طبعا، الاب الروحي. لا ده هم كانوا عايزين هم يقولوا ان مستوحى عن الاب الروحي، ملوش علاقه بالاب الروحي خالص. الفيلم ده لعب بالالفاظ او القصه بتاعت ماريو بوتزو يعني، ده مش ده لعب بالالفاظ. ده تحايل بالالفاظ. طيب اشتغلت ليه في افلام مسروقه بالرغم ان انت عارف ان هي افلام مسروقه؟ وانت لا، انت قلت على فيلم الامبراطور بس اللي كنت عارف بس. اشتغلت ليه؟ كنت محتاج تشتغل. ده اول فيلم مسروق مش مسروق مش مهم. اول فيلم، اول فيلم كانت فرصه. واللي رشح لي ليه مؤلف الفيلم العربي فايز غالي رحمه الله عليه، الله يرحمه. ولا يمكن الرفض حتى لو مسروق، حتى لو ضد مبادئك. ضد مبادئي طبعا، بس كمان حصل واقع يعني. طارق العريان وهو عايش اهو يذكر الكلام ده، ربنا يديله الصحه، لما خدت انا السيناريو قال لي خد كمان الفيلم ده اتفرج عليه. قلت له ليه؟ قال لي عشان تشوف اللي عمل الكاركتر ده. قلت له لا، مش انت مديني السيناريو ده؟ انا اعمل الكاركتر اللي جوه السيناريو ده مش اللي جوه الفيلم ده. نرجع ونقول ان ده بيأكد ان انت عندك صفة الدناءة زي ما انت ما بتقول، ان انت ممكن تعمل حاجة. صفة الدناءة؟ ما احنا رجعنا اهو بالكلام. انت عملت حاجة باين عليك ما بتفهميش كويس. لا انا بفهم كويس. لا 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 لا. طب انت عملت ده ليه؟ ما تفهميش كويس. قول لي ليه. لان اي نفس لها دناءاتها، اي نفس، انما صفه الدناءه دي تبقى ملازمه، يعني يبقى الشخص دنيء على طول. لا انا ما قلتش ملازمه. انت قلت لا، انت قلت لا صفه. لا لا لا. لا 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 انا بتكلم على الضعف الانساني. انت قلتي صفه 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 صفه. طيب انت ضعفت في فتره من الفترات وعملت دي عشان ضعيف فرصه. ضعيف على طول. طيب تمام، يبقى احنا مش غلطانين. خلق الانسان ضعيف. عشان كده، طب عشان كده عملت مسلسلات ما نجحتش نقدر نقول؟ عشان كده عملت مسلسلات. ميراث الريح. الاب الروحي. كنت بتقول قبلهم ان انت لا يمكن مسلسلين. طيب على فكره انت كنت دايما بتقول انت سينما بس مش هتمثل. دراما. يوم مثلت في الدراما مثلت مسلسلين بشهاده الناس ان هم ما نجحوش. ماشي. يعني ما عملوش اضافه لمحمود حميد. ما عملوش اضافه. الجمهور اللي قال كده؟ اه على راسي من فوق. مش متضايق خالص؟ هتمثل تاني مسلسلات يمكن، حتى لو ما عجبتش الناس يمكن. طب تيجي نشوف راي النقاد. طبعا اتفضل. اسوأ شيء شفته لمحمود حميده مؤخرا الاب الروحي. هذا مسلسل لا يغتفر لمحمود حميده في الحقيقه. محمود في الدراما التلفزيونيه بيعتمد على نجوميه محمود، لا 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 يضيف شيء لميديا التلفزيون. تحليلي انا انه وجد ان الدراما التلفزيونيه ممكن تحقق له نوع من التوازن المادي، وده مشروع عشان ما يبقاش يعني ايه تحت رحمه الدراما السينمائيه. ردك ايه على الكلام؟ كلامه مظبوط. مظبوط طبعا. يعني انت اشتغلت عشان الفلوس؟ لا مش بس عشان الفلوس. امال عشان ايه؟ حاجات تانيه عايز اعرفها. المشروع ده لما جت تعمله الشركة المنتجة، هو ما كانش عشان أعمل فيه السبع حلقات بتاع، كانوا عايزين مدة طويلة يعني. قلت لهم لا، هعمل خمس حلقات فقط. خمس حلقات تقول لهم عشان أعمل دفعة للمشروع ويبقى نوع من النصب المشروع عشان يحدث تسويق للمسلسل، أو الناس تيجي تتفرج الأخ ده بيعمل إيه في المسلسل. نسميها عملية نصب على الجمهور؟ مشروع. مشروع نصب على الجمهور؟ مش نصب، اجرامي يعني. لا مش اجرامي.
في الفن بس. انا ما بعد ما خلص 7 حلقات فالتعليقات بقى انه انتوا نصابين و قلتوا لنا محمود حميده طلع 7 حلقات بس وبعدين يموت و... يعني ده انا سمعته كتير يعني. تعال نشوف تقرير تاني اتفضل. في فرق كبير قوي ما بين الممثل العظيم والممثل صاحب الموهبه العظيمه. محمود حميده ممثل موهبته عظيمه جدا لكنه لم يعطها حق قدرها، فبالتالي بقى محمود حميده يستحق اللوم اكتر من غيره لانه ما استفادش بالمنحه الربانيه اللي عنده. مشوار حياته الفني اللي هو حوالي 60 فيلم صعب قوي نلاقي فيهم 10 افلام او 10 ادوار عظيمه. محمود حميده مش قليل ابدا، لكن اعتقد ان هو لم يستطع ان يدير موهبته كما ينبغي، واخدوا او جرفوا ان هو يبقى في افلام تجاريه مع ناديه الجنجي او نبيل عبيد لان هما الاثنين كانوا بيتخانقوا عليه. ردك ايه؟ على ايه؟ على الكلام ده؟ مفيش رد. مش هترد باي حاجه؟ خالص. ده على دماغي من فوق. طب كانوا بيتخانقوا عليك ازاي؟ هما مين دول؟ ناديه الجندي ونبيل عبيد. اسالي ماده. انا ما اعرفش الحكايه دي. يعني انت مش عارف؟ لا. انت سبب الخناقه. مش عارف. ايه ده؟ طيب استوديو الممثل، مجله الفن السابع، شركة البطريق، كلها مشاريع ما نقدرش نقول عليها ناجحة. ليه ما كملتش؟ هل أنت مدير فاشل؟ ما تقدريش تقولي عليها ناجحة ليه؟ لأنها ما كملتش. كملتش إزاي؟ البطريق يعني كل 10 سنين ما بتنتج حاجة. والتانية؟ الفن السابع وقفت. ما عملتش حاجة، ما نجحتش يعني. لا وقفت، إحنا مش بنقول. ما نجحتش يعني. ما هو طالما ما نجحتش. يعني أنت بتقيسي النجاح؟ ان انت تكمل بالاستمراريه. ما انا كملت، عملت اللي عليا وكملت. انا ليا مهمه بعملها وعندي طاقه اصرفها. الفكره انا مش ضدك، انا بتناقش معاك. لا لا لا، انت واخده موقف اصلا مسبق خالص. انا بقول لك لا خالص. ما تقولي ما نجحتش تبقي بتتجني على الموضوع. طب مش عايزه اتجنى، ممكن تفهمنا؟ انت بتتجني على الموضوع. طب ممكن تفهمنا؟ مين اللي فهمك انت كده؟ طب فهمني. اللي فهمك كده عشان انت فاهمه النجاح مثلا ايه بمقياس انك تكسبي فلوس كتير مثلا. لا 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 خالص، الاستمرار. ها؟ الاستمرار في اي مشروع ويصرف على نفسه المشروع يبقى ده ناجح. شفتي مشروع قلتي بيصرف على نفسه. طبعا. حتى لو ما بيكسبش. هو ده مقياس النجاح عندك. هو انت لو فاتح دلوقتي محل. ده مقياس النجاح عندك. على فكرة هو مش مقياس النجاح عندي بس. ده مقياس النجاح عندك. هو أنت استمرار المشاريع. ما هو الاستمرارية دي مش أنا. ده معناه إيه مش نجاح؟ لا 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 مش معناه. لا. أمال الناس بتستفيد؟ لا لا مش معناه النجاح. أمال معناه إيه؟ لا. يعني استمرار مثلا مشروع الحكم في العالم الثالث من بدايات القرن العشرين إلى الآن. ما هو ماشي. هو ده مشروع ناجح؟ جاوبي. مجلة الفن السابع. عارفة ايه المشروع اللي ناجح؟ ايه؟ الأديان الكبرى مثلا، ولكن ما استمرتش كما أمر بها الرسل، اختلفت السياسة استعملتها. ده مشروع ناجح؟ مجلة الفن السابع من أهم مجلات السينما. لا مش من أهم، دي أهم. أهم لأن ملهاش نظير. وأنا عارفة ده. الوعي اللي كان موجود لما صدرت في المجلة كان أقل من المستوى. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، كان مستنكر جدا إن الممثل يعمل مجال. ليه؟ معرفش. معرفش. أنا عايزة أشكرك في كل الأحوال على مجلة الفن السابع. قلت إن في ممثلين كتير عدوا أحمد زكي وعدوا نور الشريف، وقلت إن في ناس أحسن من أم كلثوم. طب مين؟ مين إحنا شايفين أصلاً؟ إديني أسماء. أديلك أسماء؟ مثلا امال ماهر، ولكن ما كملتش تعليمها. احسن من ام كلثوم؟ ما كملتش تعليمها. احسن من ام كلثوم امال ماهر؟ من العلماء. انا بتكلم عن انت بتتكلمي عن شخصيه فنيه كامله. بتتكلمي. انا بتكلم على الموهبه. عن شخصيه فنيه كامله. انا بتكلم على الموهبه. لا الموهبه والصوت. موجوده، موجوده ومرطرطه. مين عدى ام كلثوم؟ ما حدش عداها، ده موضوع تاني عشان هي شخصيه متكامله. انت قلت كده ان في عدوا احمد زكي وعدوا نور الشريف. طبعا. يعني أمال ماهر أحسن من أم كلثوم؟ كان من الممكن أن تكون. كان من الممكن أن تكون؟ ما كملتش تعليم. طيب مين عدوا أحمد زكي ونور الشريف؟ أو أحسن من أحمد زكي ونور الشريف؟ إديني أسماء. مين؟ كتير قوي. زي؟ محمد فراج، محمد رمضان، أحمد الفيشاوي،
كتير كتير احسن مننا بكتير قوي يعني. عارفه ليه؟ ليه؟ انا افتكر لما كنت في سنهم ما كنتش كده، ما كنتش بالقوه دي يعني. لما انا ارجع وقت انا وفاروق الفيشاوي مثلا لما كنا في الجامعه، بدايتكم مش زي بدايتهم. لا ما كناش زي دول، بدايتهم احسن واقوى. بعدين بعد ما قعدنا كتير هم محظوظين اكتر. لا مش محظوظين زينا طبعا، هم اقل حظا. موهوبين؟ موهوبين اكتر. اكتر. انت راضي عن مجموع اعمالك السينمائيه؟ ده ما يهمش حد يعني. لو في المجمل بتعتبر الاحسن؟ انا ما عنديش خيار تاني بصفه ان انا لا اندم، يبقى ما عنديش خيار تاني. نشوف راي تاني. اتفضل. محمود حميده شخص يمارس او فنان يمارس الفن بطريقه الهوايه. الفرق ما بين الفنان المحترف والفنان الهاوي ان الفنان المحترف مشروع كامل، مشروع بيتخطط له كويس قوي لقدام، وبيتخطط له بتدريب وبموهبه وباختيار وباصرار. الفنان محمود حميده بيتعامل بهوايه، انه بيحب السينما، بيحب التمثيل، فبيمثل بدون تخطيط بدون مشروع. وصعب قوي بعد 30 سنه ان احنا نقدر نحكم كنقاد او كجمهور على ان محمود حميده كان عنده مشروع سينمائي. انا مش فاهم ولا كلمه من اللي قاله. بيقول ان محمود حميده هاوي اكتر من ان هو محترف. عشان بيحب السينما. ما عندوش مشروع متكامل. يعني ايه مشروع متكامل؟ يعني مش مركز مش عارف في حاجه. هو نفسه مش عارف يشرح. يعني مش عاجبك مش عارف مش عاجبني. مش عاجبني. هو مش عارف يشرح هو عايز يقول ايه. هو يقصد ان انت بترتجل يمكن كتير. أرتجل؟ فيمكن ده بيوقعك في غلطات. ارتجل؟ اه. مين اللي بيرتجل ده؟ يمكن. انا دلوقتي برتجل اه. بس في عيبين يتداخلوا مع بعض. الارتجال واعمال الذهن. ولكن هو لا يدري الفرق. هو يمكن قرأ شويه حاجه بتاع. انما انت بتتضايق في المطلق لما حد بينتقدك؟ طبعا. ليه؟ زي اي بني ادم يعني، وخصوصا لما يكون مش فاهم. طول الوقت بتحب ان دايما يقولوا محمود حميده. اطلاقا اطلاقا اطلاقا. انا احب اللي يشتمني اكتر من اللي يمدحني. احب اللي يشتمني اكتر من اللي يمدحني. طب ما انت اتضايقت يعني. قرب يا مخيباتي ابعد يا مطيباتي. الراجل عشان الراجل هو يتحدث. بس الراجل ما غلطش. لا 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 بس لا انتقدك. لا بس انت ما قبلتوش. هو يتحدث جهلا يعني. طب حتى طرحه الموضوع يبدو ان هو فيه موضوعيه. هو بيشكر فيك على فكره. ولكن هو يبعد عن الموضوعيه. كان بيشكر فيك على فكره. قوي قوي قوي. مش مهم عندي الشكر. انا عندي اللي يجي يعني مثلا زي ما طارق طلع كده وقال بوضوح، وانا قلت لك ايه؟ قلت لك ايه؟ كلام مظبوط. عنده حق. الكلام ده مش فيه اتهام لشخصي؟ انا زعلت؟ لا. زعلت من ماجده؟ لا. طب اديني، انا عايزه منك راي في سطر لكل اسم من الاسامي اللي هقولها لك. الناس دي اشتغلت معاهم. ايناس الدغيدي. ايناس الدغيدي فعلها كبير بالنسبه للمراه في المجتمع. طب كمبدعه؟ برضه. برضه؟ خالد يوسف. هو سياسي اكثر منه سينمائي. اسامه فوزي. مخرج كبير جدا جدا جدا. يعني قدره اعلى من خالد يوسف عندك؟ عندنا؟ اه طبعا. كريم السبكي. ده سينمائي بيحاول ان يصنع شيئا هو مقتنع به، ويحاول يبعد في انتاجه عما اشتهر عن آل السبكي من إنتاج الأفلام. عاطف حتاتة. صاحب الفيلم الواحد يعني. الأبواب المغلقة. عاطف مخرج يعني. النوع ده من المخرجين نادر الوجود، نادر الوجود. ليه بتتكلم بمرارة عنه؟ لأنه كان مفروض يعمل مشروعه التاني فورا، ولكن ما عملوش. طب أكتر حد كنت مبسوط وأنت بتشتغل معاه في الأسماء اللي أنا قلتها لك؟ أسامة فوزي. ايه الافلام السينمائيه اللي نفسك تتمسح من تاريخك السينمائي؟ ولا فيلم. نفسي ليه؟ ليه نفسي دي؟ انا بسالك. لا ليه نفسي يعني؟ في ناس بيقولوا كده. وكأن انا مثلا مستعر ان انا عملت الافلام دي؟ يمكن في ناس لا بتعمل. لا يمكن ابدا، ما كنتش عملتها. مستعر ما تعملش. عندك حق. نطلع لفاصل.
رجعنا بعد الفاصل. الفقرة دي اسمها أنا والآخرون. سارتر كتب الجحيم هم الآخرون. هل فعلا عند الأستاذ محمود حميدة الجحيم هم الآخرون؟ لا طبعا، أنا لست بسارتر. وإن سارتر فيلسوف كبير وراء المقولة أعماق كبيرة وما ينفعش ناخدها بالبساطة دي، لكن أنا أظن أن الخير دايما عند الآخر، الجنة عند الآخر. على رأي فؤاد حداد مفيش حياة إلا عند غيرك تعيش في خيره ويعيش في خيرك. أنت مع إلغاء الرقابة؟ يعني تقبل تمثل مشاهد حب بنفس الجرأة لمشاهد عليها رقابة؟ طبعا تقصدي مشاهد جنس مش حب. طبعا يعني السؤالين ما لهمش علاقة ببعض. بنفس الجرأة لو في رقابة أو من غير رقابة؟ الرقابة موجودة وما نقدرش نبعدها، حتى وإن كنا لا نريدها لكن هي هتبقى موجودة. موجودة أولا بحكم القانون الوضعي الذي ينظم علائق الأفراد داخل المجتمع الواحد، وبحكم القانون العرفي الذي هو العادات والتقاليد اللي هي الرقابة الذاتية، موجودة عندنا كلنا، فدي مش هتمتنع حتى لو احنا مش حبينا. أما عن إن أنا أعمل مشاهد، أنا ما عنديش مانع أعمل أي مشاهد طالما في نسيج الدراما، ما عنديش أي مانع. كان في تنافس ذكوري بينك وبين أحمد زكي. أنا لما ابتديت كان أحمد زكي ده نجم مستقر في السينما وكبير، وأنا لسه ما حدش يعرفني، إزاي يبقى في منافسة؟ حتى ما ينفعش، ما ينفعش. يعني أحمد زكي سابق محمود حميدة بكتير؟ طبعا بكتير طبعا. أول ما ظهرت شبهوك برشدي أباظة. كانوا بيقولوا رشدي أباظة الجديد. دي حاجة كنت بتتبسط بيها؟ لا خالص، ما اتضايقتش. قلت على طول وقتها، قلت يشرفني 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 ولكن لا يسعدني على الإطلاق. ليه مش بيساعدك؟ عشان أنا عايز أكون نفسي، مش عايز أكون حد تاني. طب روبرت دينيرو ماله؟ اتضايقت قوي لما شبهوك بيه. ما احبش أنا التشبيه بالآخرين عشان التانيين حاجة كبيرة. هو مش ممثل كبير واخد اتنين اوسكار؟ طبعا طبعا، وانا من معجبينه. طبعا. لا لا لا، بس انا ارفض ان حد يشبهني بيه على اساس ان انا يعني اعتليت المرتبه دي، زي ما كانوا يقولوا عن الملك فريد شوقي رحمه الله عليه، الله يرحمه، انت انطوني كوين الشرق. بعدين هو يعني كان بالطيبه بتاعتنا قبل الموضوع كده، فانا قلت له ايه يا ملك، انت فريد شوقي، انت ملك الترسو، انت وحش الشاشة، مين انتوني كوين ده؟ فسكت. طبعا انتوني كوين له قدره في السينما، ولكن ان نقرن شخص بشخص اخر كده ظلما وعدوانا، يعني انفي الشخصية بتاعته وروحه ايه؟ بس انت تعاملت بعنف. ايوه، انا تجاه الموضوع ده عنيف جدا. كويس ان انت دلوقتي مش عنيف معايا، ولا انت عنيف؟ مش باين عليا ولا ايه؟ ليه محمود حميدة ما كانش موجود في محنة الله يرحمه مرض أحمد زكي؟ موجود فين؟ ما كنتش حواليه، ما كنتش واقف جنبه. حواليه ازاي؟ أعمل له إيه يعني؟ تسنده، تقف جنبه. تسنده ازاي يعني؟ الناس لبعض بيقفوا. أيوة، مع بعض. أيوة، تسنده ازاي؟ اشرحي لي. نفسياً تزوره. أحمد زكي كان رافض حد يزوره عشان تبقي فاهمة يعني. بس كان في ناس بتزوره. لا، الزوره ما احنا بس ما رحنا. رغدة ويسرى كانوا بيروحوا. لا، رغدة كانت ساكنة معاه في المستشفى. ويسرى كانت بتراعيه. ويسرى وممدوح وافي. وممدوح. طب انت ما كنتش بتروح ليه؟ هروح اعمل ايه؟ ما انا رحت خلاص، ما بيقابلش حد. يعني اي حد مريض ما بتسالش عليه؟ لا بسال طبعا. طيب. وبروح بكون اول واحد، بس لو هو مش عايز يشوف حد. هو ما كانش عايز يشوف حد. لا لا لا، مش عايز يشوف حد. مش عايز يشوف حد مش خالص. عايز يشوف حد خالص، ولا هو ولا محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز ما كان صاحبي اكتر من احمد زكي الف مره. ما رحتلوش؟ رحت له طبعا، بس هو مش عايز حد يشوفه. هو مش عايز حد يشوفه ولا حد يكلمه وهو مريض. في لوم موجه ليك بعد الدوره الاخيره لمهرجان القاهره، تيجي نشوفه؟ لا اتفضل. انا بشوف رئيس الشرف طلع على المسرح ما قالش كلمه باي لغه، ما قالش كلمه،
نزل على المسرح وكأن بس خالص في بركة بوجود محمود حميدة. مفيش اسمها فنان بركة، يعني رئيس الشرف يشارك بالكلمة، يشارك بالاتصالات في الندوات، انه حتى الكتالوج، الكتالوج مفيش كلمة منسوبة لمحمود حميدة. طالما قبل محمود حميدة ان يكون رئيس شرف، يجب ان يعطي للمهرجان شيء. ايه رأيك في اللي قاله استاذ طارق؟ مبدئيا لازم نشرح الاول حكاية رئيس شرف دي. نشرح. اول رئيس شرف لهذا المهرجان الراحل العظيم كان عمر الشريف. عمر الشريف. بعدين انا تاني واحد. عمر الشريف لما عمل الرئيس شرف المهرجان فطلع على المسرح في الكلمه بتاعته، قال انا قالوا لي تبقى رئيس شرف المهرجان، وانا ما فهمتش يعني ايه رئيس شرف المهرجان، فسالت واحد صاحبي قلت له يعني ايه رئيس شرف، قال لي يعني شرابه خرج، قلت ما فيش مانع. الإجابة أكيد وصلت. بطل فيلم بحب السيما كان راجل أرثوذكسي متدين جدا، في لحظة قهر عاتب ربنا. هل أنت وصلت لمرحلة شبيهة بالمرحلة دي قبل كده؟ الله، واحد يفقد أقول ليه كده يا رب، ده مش عتاب؟ إمتى قلت كده؟ كتير. طب إيه أصعب لحظة مريت بيها؟ مفيش عتاب على الخالق هو عتاب حقيقي، لا يوجد. ده عتاب المحب لا يصلح المحبوب اصلا. عتاب المحب المحبوب عنه لا يصلح اصلا. طب انت لسه مصر بان كل اللي عدوا سن الخمسين فاسدين؟ اه طبعا. انت عديت الخمسين؟ انت في الستين دلوقتي؟ فاسدين بالضرورة. بالضرورة؟ بالضرورة طبعا. يعني انت فاسد بالضرورة؟ طبعا. يعني ايه بالضرورة؟ يعني عشت الفساد و مارسته في الحياة، مارسته كمان بمعنى الموافقة عليه، يعني أن أرى فسادا ولا أعترض لأنه ما 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 جاش جنبي، وبعد شوية تعودت عليه. طب أنت ليه مطلع نفسك فاسد؟ بالضرورة عشان أنا موجود في المكان الفاسد. طيب في آخر خمس سنين نقدر نقول أنك عملت حوالي 10 لقاءات، بتحب تتكلم وتفضفض قدام الناس ولا الهدف مادي ولا إيه بالظبط؟ يعني بتطلع في برامج؟ انا اول واحد في مصر والعالم العربي ياخد فلوس في التوك شو، عشان انا ابويا ما علمنيش ببلاش عشان اجي اتكلم معاكي كده وما اخدش فلوس. ما انا اول ما طلعت وطلبت فلوس في البرامج فكان الناس بتعيب عليا، ازاي هتاخد فلوس في البرامج؟ قلت لهم والله انا ابويا ما علمنيش ببلاش. انا عن نفسي مبسوطه جدا النهارده. انت مبسوط معانا النهارده؟ تقريبا. عجبك البرنامج؟ هنشوف. مش في لسه مونتاج وحاجات؟ أكيد، بس مش هيحصل مونتاج على حاجات مهمة زي اللي حضرتك قلتها. على المستوى الشخصي نورتني جدا، سعيدة بوجودك معايا النهاردة، وأكيد الناس كانوا مبسوطين جدا بحلقة أستاذ محمود حميدة. اتعلمنا النهاردة إن احنا لازم نقرب للشخص اللي قدامنا ونقرب من الأنا بتاعته من غير ما نحكم عليه، وده مضمون برنامجنا. يا رب تكونوا اتبسطتوا، استنونا في حلقة جديدة مع ضيف جديد وأنا جديدة. أشوفكم على خير وتصبحوا على خير.